اللهم محب الصغار، يا من أدرمت في قلب القديس يوحنا بوسكو نار محبتك وأقمته أبا للشبيبة ومعلما، أشعل في نفوسنا تلك المحبة فنبحث عن النفوس غير مبتغين سوى وجهك الكريم. بهذه الصلاة الجماعية ابتدأ القداس الاحتفالي في كنيسة قلب يسوع للأباء السليزيان في مدينة بيت لحم، حيث ترأس قدس الأب يعقوب رفيدي رئيس المعهد الكليريكي القداس وعاونه الأباء الأجلاء. امتلأت مقاعد الكنيسة بالمحتفلين بعيد القديس يوحنا بوسكو. القديس يوحنا بوسكو صديق الشباب ومعلم الفتيان، فقيراً صغيراً ويتيماً، لكنه حقق حلم كبير في بذل الحياة لخير الشباب. عرف كيف يعيش ويساعد الشباب على عيش الإنجيل والاتحاد بالله وقت اللعب والعمل والدراسة والقيام بالواجبات اليومية، وأيضاً حث على تجمع الشباب والمربين في بيئة عائلية حول مشروع تربوي شامل للشباب. ومن أهم الكلمات المأثورة لدى القديس دون بوسكو: قداستنا تكمن بأن نكون دائماً فرحين. اليوم نحتفل بعيد القديس يوحنا بوسكو، رائدنا وشفينا والمربي الكبير صاحب مشاريع السالزيان في العالم. نخدم أيضا بدون أي تمييز كل شباب العالم بغض النظر عن جنسياتهم ولغاتهم ودياناتهم، لأنهم نعتبر الجميع أحباء الله وندربهم على التعايش الأخوي وعلى السلام. دورنا إحنا ككشاف بتمحور في تنظيم القداس والترتيب للقداس وإقامة الاستقبال بعد القداس، وهيك إحنا عادة نحتفل في عيد القديس يوحنا بوسكو في دير السليزيان في بيت لحم. السليزيان من إيطاليا أجوا سنة 1891 وكانوا 20 واحد، واليوم موجودين لليوم. دائما نهتم في الشباب على مثال القديس يوحنا بوسكو، والحمد لله إحنا كملنا رسالة دون بوسكو اللي هي رعاية الشباب من كل النواحي. هذا العيد مهم لكل الشباب ومهم جدا لكل الشباب أو الأطفال اليتامى، لأنه هو بعطيهم رسالة أمل، رسالة فرح، وهو مثال لنا لكل كاهن لكل طالب. نطلب شفاعته على كل شباباتنا ويباركها يقدسها ويطلع منها كمان دعوات مقدسة إن شاء الله لخير الكنيسة. نشكر اليوم العائلة السلزيانية اللي موجودة عنا من مئات السنين، نشكر ربنا عليهم لوجودهم لمحبتهم لخدمتهم. بالنسبة لي كتجربة اليوم في احتفال قديس دون بوسكو كانت بالنسبة لي مش بس تجربة روحانية، بالنسبة لي يعني أنا بحب أدعو كل الناس اللي برا يعرفوا مين هو دون بوسكو، يعرفوا شو هم السلزيان. كل عام تو بخير، كل سنة وانتو سالمين. وبدي أحكي عن هدف دون بوسكو اللي هو الشبيبي، الشبيبي اللي هي أساس العالم، اللي هي حجر الكنيسة اللي لازم نشتغل عليهن. وبعد انتهاء القداس وبتنظيم من مجموعة السلزيان الكشفية، توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة لتقديم التهاني للأباء السلزيان وعرض فيلم وحوار عن القديس يوحنا بوسكو. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة السلزيان بيت لحم.